Tony. نعم أسمعك. أوكي تشوفوا السكرين بتاعي؟ نشوفوا السكرين بتاعك يعيشك. هو بس أمير presentation mode. صديقي قال أمير قال مش نتكلم بالعربية لكن هي بالتونسي الحقيقة، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يكون خفيف عليكم. وأمير حبيت نضيف للبرزنتيشن بتاعك أعضاء الشبكة. أعضاء الشبكة ممكن حتى يكونوا رواد اجتماعيين إذا تسمح. أنا عندي obsession للسوشيال entrepreneurship، فأظن بكل تواضع أنه الرواد الاجتماعيين ممكن يغيروا العالم. هزودها أكيد، هزودها البرزنتيشن جاي تعالي وهتلاقيها موجودة. شكرا. يلا تفضل. شكرا على الاستضافة. دخلت شوية الموقع أماكن، وشكرا أميرة اللي فكرت أنك تنظم هالجلسة معايا. فحاولت أني نعمل معناتها بريزنتيشن فيها عدة قصص من المدينة العتيقة في تونس اللي تحكي على space repurposing، كيفاش عودنا معناتها تثمين أو إحياء أو أعطينا معنى جديد للأماكن في المدينة العتيقة في تونس. فهو الحقيقة صح، أنا كنت مهندسة معدات طبية في حياتي الأولى، لكن كان عندي هاجس كبير هو اللي المناطق التاريخية متاعنا في المنطقة كلها مش بس في تونس احنا مش مقدمين قيمتها انها تخلق فرص ايجابيه. كي نقول فرص ايجابيه معناتها قد تكون فرص اقتصاديه، قد تكون تعطي الامل للشباب، قد تكون لنا احنا روح الانتماء تتحسن، قد تكون معناتها حاجات عديده باش نحكي عليهم اليوم. وخاصه كان ديما يقلقني انه السياحه في تونس طبعا معناتها كاننا سائح او ضيف، ما نحبش نقول سائح، كان ضيوف نحطوهم في فنادق عاتيه ظهرها للبلاد، كان خايفين انهم يكتشفوا الوضع نتاعنا. لكن الوضع نتاعنا هو ممكن ان احنا معناتها ممكن يكون سحر مخبي احنا ما نعرفوش نحكيوا عليه بطريقه ايجابيه. فهذا اللي خلاني معناتها نستثمر استثمار قوي عليها شوية. طبعاً استثمار كبير حاجة نسبية. ولكن في عام 2007 تقريباً هذا المنزل كان للبيع في المدينة العتيقة في تونس. هو ملك عائلة اسمها عنون. العائلة هذه سكنت في نفس المنزل لمدة 300 سنة، وكانوا عطارين، كانوا معلمية في فن صناعة العطر. لكن طبعاً تجارة العطر دهرت، والقليل من الناس أصبحوا معناتها يشريوا العطر المصنوع حسب فورميلا محددة لعائلة معينة، وأصبح معناتها الإمبورتيشن قتلت شوية سوق صناعة العطر. ف من سوء حظ الحرفة من حسن حظي البيت كان للبيع. فطبعاً بعد الكثير من الأخذ والرد حتى نلقى التمويل باش نشري البيت، وبعد مدة طويلة وزيد ترميم البيت حصل وقت ثورة. والقصبة واحد والقصبة اثنين، والقصبة هي المكان اللي صار فيها كما تقول ميدان التحرير عندكم في مصر. فهو كان معناتها على 5 دقائق مشي من هذا البيت. فطبعا كان صعيب جدا انك تعمل عملية ترميم، لكن هي نوع من الصمود معناتها. حتى لو صارت ثروة احنا باش نبنيو بلادنا وباش نواصلوا باش نستثمروا وباش نعملوا سياحة من اول وجديد. فطبعا عملية الترميم دامت 7 سنين، مش على خاطر الترميم صعيب، لكن على خاطر كل مرة نلقى فلوس نعمل حاجة. وفي الآخر كان وقت ثورة وكانت المواد الخام صعيب أنك تلقاها، لكن الحمد لله أول زبون جاء لدار بن قاسم في سبتمبر 2013. اليوم هذه دار ضيافة اللي هي فندق صغيرون،
لكن يحكي قصة كل الحضارات اللي مرت على تونس، موجودة هنا، موجودة بصمتها في الفضاء هذية. وفي نفس الوقت معناتها أنت منغمس في التراث، معناتها تخرج من البيت ممكن تشوف صغار ماشيين للمدرسة، ممكن تشم ريحة التجار شنو قاعد يطبخ، ممكن تشوف واحد راجع من العمل بخبزة. فإنك تنغمس في معناتها سياحة ثقافية بكل معاني الثقافة اللي فيها. كان تحدي من الأول، خاطر الناس قالوا لي مش باش تلقى، صعيب تلقى موظفين، شكون يحب يخدم في المدينة. وأنا كما قلت أمير، معناتها عندي عشق كبير للريادة الاجتماعية، فكان من المهم جدا أنه نحط الإنسان والبيئة والمجتمع قبل الربح المادي. طبعا نحب الربح المادي ونحب نربح على خاطر بالربح ممكن أني نعمل إنجازات أكثر، لكن الإنسان والبيئة والمجتمع قبل الربح. فأحنا الحمد لله خدمنا مع كل موظفين اليوم في دار بن قاسم، والحمد لله اليوم وصلنا، معناتها عنا عمرنا 8 سنين، عنا 13 موظف كلهم من الحي، كلهم يجيوا على ساقيهم للخدمة. ومن السنة الأولى كان عنا تقريب 42 جنسية، وإحنا Trip Advisors Travelers Choice of the Year 4 سنين ورا بعضهم بفضل أولاد الحي. والصورة هذه اللي تشوفوها بأعلام تونس، كنا عملنا تحية للفريق الوطني وقت ما مشى روسيا. واليوم دار بن قاسم عمرها معناتها مشروع عمره 8 سنين، كل أرباحه استثمرناه في ترميم دار ثانية. فكل أرباحه استثمرنا دار ثانية وفتحها عام 2019. طبعا كانت قصة طويلة أخرى، قعدنا 4 سنين في ترميم الدار الثانية، لكن الحمد لله اليوم عنا قدرنا أن احنا رممنا 2 مباني تاريخية في المدينة. بما أنه احنا نحب الانفتاح على المجتمع، اكتشفنا اللي الشباب ما عندوش مكان أنه يجتمع، معناتها الشباب يحب يجي المدينة. احنا كان في تونس كنا مصطلح المدينة نستعملوه للمناطق التاريخية، فوقت ما نقول مدينة نقصد تونس العتيقة. فالشباب يحب يجي المدينة، يحب يتقابل، يحب يعمل مشاريع ثقافية، يحب يستثمر في الفضاءات، لكن ما عندهمش أماكن. فبدينا شيئا نفتح الفضاء متاعنا، لكن هذا أصبح تحدي على خاطر كثره. وإحنا طبعا عنا زباين في الدار، والدار مش كبيرة، فطبعا يتقلقوا. ومن هنا جات فكرة دار الحركة، اللي هي معناتها فضاء صغيرون، لكن يتقابلوا فيه الشباب اللي عندهم أفكار ثقافية للمدينة، يتقابلوا فيه الحرفيين، الديزاينر يقابل الحرفي حتى يحاولوا أنهم يلقوا أفكار ممكن أنها تخلق فرص للاثنين. فدار الحركة أصبح فيها معناتها الأطفال، معناتها الشباب الحي هما اللي يخلقوا الأفكار اللي يعملوها غازي. فهنا الصورة اللي الفوق، معناتها عملوا مرة ورشة دي جي، يحبوا خاطر هما قالوا إنهم يحبوا يكونوا دي جي، هذا هو المستقبل، دي جيينج. وزاد عملوا حاجة اسمها جريدة المدينة، اللي هما يكتبوا بالدارجة كما نقولوا احنا، معناتها باللهجة التونسية. وقت ما نلقاو فلوس نطبعوا جريدة ونوزعوها في الحي، حكاية شباب الحي ومشاكلهم، معناتها بلغة سهلة ممكن انه يقراها اي واحد. واللي يحب يتعلم عود، واللي تحب ترسم، واللي يحب يراجع والبيت صغير، كلهم يجيوا لدار الحركة حتى يمارسوا. وعنا زاد حرفي، آخر حرفي يعمل تسفير الكتب، زاد عمل الورش متاعه في دار الحركة. من الحاجات اللي خدمناها في دار الحركة وفخورة بها جدا جدا جدا، هي العمل مع الجمعية التونسية لفنون الخط. السيد هذا اسمه السيد عامر بن جدو. السيد هذا من سيدي بوزيد، اللي هي مكان تقريبا 300 كيلومتر من تونس العاصمة. السيد هذا مشى في القيروان، مدينة القيروان فيها المخبر الوطني للمخطوطات، واختار مخطوط مهم جدا في تاريخ تونس اسمه مصحف الحاضنة. مصحف هذا إذا تسمحوا لي نحكي لكم شوية على قصته. في عام 1019، معناتها بالضبط من 1000 سنة،
المصح فما حاضنة اللي هي كانت ناني كما يقول اليوم ناني متاع واحد أمير يزيدي في وقت ما كانت القيروان العاصمة متاع تونس. هي طبعا وقتها في الألف عام 1019 مش ممكن أنك تدخل مكتبة وتشري مصحف، فهي أعطت فلوس للخطاط. الخطاط هذا لازم معناتها طلبت منه أنه يكتب مصحف حب التهديه للجامع القيروان. فالخطاط هذا قعد عام كامل من 1019 حتى 2020 وهو يكتب في المصحف، كتبه بخط اخترعه هو وكان ترندي وقتها إلى أن جاء الخط الأندلسي. الخط هذا اسمه الخط القيرواني، وسي عامر بن جدو بارك الله فيه انغمس في المخطوط هذا وكتب كراسة على قواعد الخط. قواعد الخط اليوم ممكن أنها تدرس بفضل سي عامر بن جدو اللي أحيا خط عمره 1000 سنة كان تقريباً مدفون. وحتى احنا في ترميم الدار بن قاسم الثانيه استعملنا الخط هذا في المعمار، نقش على الجبس كما تشوفوا، وفي عده اماكن في الدار معناتها طريقه منا لاحياء هذا الخط. وعطى دروس في دار الحركه حتى يصير فما معناتها معلميه في الخط القيرواني، ممكن ان احنا نساهموا معاهم انه الخط هذايا ما يتعرف وما يموتش. وخدمنا مع جرافيكال ديزاينرز حتى ان نرقموا الخط ونحاسبوه، وممكن اليوم تعملوا له داونلود وتستعملوه في الدوكيومنتس نتاعكم. مشروع اخر حلو خدمنا عليه كان مشروع بأتم معنى الكلمة، معناتها منبعث من المجتمع المدني، اللي هو خدمنا مع جمعية الرشيدية. الرشيدية هي جمعية تأسست 1934 للحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي وبالأخص الموروث الأندلسي التونسي. هي الجمعية تأسست في عام 34 وقت معناتها وقتها كان استعمار وكان ترندي أكثر أنك تسمع فرنسي، وأصبحت معناتها أولد سكول الأغاني متاعنا. فجمعية الرشيدية جمعية مهمة جدا، وأحنا مع الكثير من الشباب المتطوعين بوقتهم بخبرتهم حتى معناتها عملنا كراود فاندينغ في الخارج ساهموا فيه. الأرشيف متاع الرشيدية اللي عمره 100 سنة من الموسيقى التونسية، التراث الموسيقي التونسي، رقمناه وفرزناه وعملنا ديجيتال لايبراري لكل معناتها المخطوطات المهمة اللي تخص مؤلفات وفن موسيقي تونسي. وعملنا مهرجان في الفضاء العام اللي هي حاجة طبعاً كما كنت نحكي الأمير من يومين. الفضاء العام معناتها ممكن نقوله أنه تحرر بعد الثورة وأصبح ملك الجميع، معناتها ملك المجتمع المدني والشباب، وممكن معناتها بسهولة أكثر برشا خطر إحنا في مجتمعاتنا أكثرنا الفضاء العام هو فضاء حكومي إذا صح التعبير، معناتها مش بسهولة أنك تستعمله. معناتها الحاجة الأخرى اللي مهمة جدا في المدينة هي الأسواق. تعرفوا المدن العتيقة معروفة بأسواقها، ودائما المدن العتيقة عندها تلقى أسواق فيها اختصاصات، معناتها حس كل حرفة عندها شارع متاحة اللي فما المعلم وفما الصناعية وفما الأبرنتس، ففما منظومة كاملة متاع حرفيين اللي شبكة معناتها تخدم مع بعضها. كما تشوفوا في الفوق واللوطة في الباوربوينت قبل كل نقطة بلون تعبر عن كل لون يعبر عن حرفة. ففي السابق كان من قرن معناتها من القرن الخمستاش إلى بلكشي في معناتها في تقريبا في الستينات والسبعينات كان كل سوق
كل مختص في حرفة لازم ينشط في السوق متاع الحرفة متاعه. لكن عملنا مابينج عام 2014، اكتشفنا انه كما تشوفوا في الخريطة كما كأنه صار انفجار، معناتها سقطت منظومة المعلم والصناعي واصبحوا الحرفيين، معناتها ممكن مش بالضرورة مش ملتزم انه يفتح المحل الورشة متاعه الصناعية في المكان بتاعه. وهذا معناتها هذا طبعا أسباب متعددة جدا جدا جدا، مش اليوم وقت باش ندخلوا فيها، لكن أكثرها اقتصادية، معناتها رغم إنه عندنا حرف، معناتها حرف يدوية، ذكاء يدوي معناتها وافر في تونس، لكن معظم المواد الخام مستوردة. وبما انه الدينار الدهور، العمله معناتها الوطنيه دهورت، فاصبح معناتها الحرفي ما يقدرش انه يدفع الاجار في وسط السوق، يقوم يدخل في وسط خربه او مكان اقل، او حتى يعمل سكواتينج حتى يكمل يمارس الحرفه نتاعو. فهذا معناتها، وأحنا حتى أحنا طاقة الشراء نتاعنا نقصت، فأصبح هو لازم يتأقلم حتى يقدر يعيش، السياحة نقصت. فكل هذا مع عوامل أثروا جدا 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 على منظومة الحرف في المدينة. ولكن مازال عنا أكثر من 20 حرفة اليوم في المدينة العتيقة. عملنا المابينج وحسبناهم كلهم، وكما تشوفوا في معناتها قائمة بأسماء كل الحرف اللي ما زالت موجودة، اللي هما بعض منهم قاعد حتى يتطور، معناتها مثلا اللي النحاسي اللي كان يخدم النحاس كان يخدم معون المطبخ، لكن اليوم ملزم انه يخدم قطايع الشيشه. معناتها كل واحد حسب مستلزمات السوق، وشنو ما الصين شنو جابت لنا وشنو خلت لنا حتى نقدروا احنا نصنعه. وهنا طبعا فما صراع تجدد وبقاء، والكثير من الحرفيين اللي نعرفهم ونخدم معاهم تلقاه معناتها حاجة أكبر منه، معناتها خاطر هو تلقاه معناتها ورثها أب عن جد أو حتى خامس جنريشن، معناتها بالنسبة لي هي مسألة وجودية أكثر من اقتصادية. وهنا زد احنا نحاولوا عبر دار الحركة وعبر معناتها العمل مع الشباب، نحن نساعدوهم انهم يستعملوا معناتها يبقي على الذكاء اليدوي نتاعه، لكن يستعملوا في حاجيات عصره او بطريقة جديدة. فقاعدين نخدموا على الاقتصاد الدائري، قاعدين نخدموا على مع الديزاينرز حتى نشوفوا طرق جديدة إنه نحافظوا على الكم الهائل من الوظائف وما تدهورش حياتهم، رغم حبهم للصمود للعمل متاعهم. احنا في دار بن قاسم معناتها نحاولوا دائما ان احنا نخلقوا فرص اقتصاد مشترك، معناتها نحاولوا حتى مع الحرفيين نفهموه. ممكن اليوم صعيب انك تبيع البرودكت، لكن ممكن تعمل ورشة تعلم الناس فيها، معناتها تعيش الناس تعيش تجربة، خاطر توا حتى بعد الكورونا السياحة متوجهة للإكسبيرينس إيكونومي، معناتها مش فقط ريلاكسيشن. فنحاولوا نحن الورش الحرفية نأقلموها حتى تكون معناتها ممكن ترحب أحسن، ما تكونش مكتظة بالمواد الخام، ويكون فيها في مساحة إنك تقعد مع مثلا واحد يصنع الصبات قدامك أو تعمل ساعتين مع خطاط. فبالطريقة هذه نخلقوا لهم مورد رزق جديد ويحافظوا على الحرفة متاعهم. في نفس الوقت عملنا خريطة اللي نعطيوها لكل زبائننا حتى لو ما يعرفش يلقى الحرفي في السوق يعرف وين وممكن انه يمشي يلقاه. وحكينا وقت الحقيقة وقت الكورونا، الله لا يرجعها وربي يحميكم الكل، طبعا كان وقت صعيب جدا جدا جدا،
لنا احنا، لكن حتى للحرفيين كان اصعب، والكثير منهم ما قدروش انهم يواصلوا في الورش نتاعهم يدفعوا الاجار. فاحنا في الوقت هذا اشتغلنا كثير لايف. ففي السنه ونص اللي فاتوا، واذا كان عندكم وقت ممكن تدخلوا على الانستغرام نتاع دار بن قاسم، حكينا حكايات وتاريخ ناس من تاريخ المدينه، حكينا حكايات على الموروث الاكل، حكينا على ناس من المدينة اللي التاريخ ممكن ننساهم كالأقليات أو السيدات أو فحاولنا نحن نعملوا شوية تشويق حتى الناس تتحمس أنها تجي للمدينة. عملنا فعالية حلوة اسمها دار بسبعة أرواح، على خاطر احنا عملنا بحث على دار بن قاسم الثانية، واكتشفنا اللي فما سلسلة متاع الملاك، واحنا كنا رقم سبعة. فهذم كلهم موجودين في اليوتيوب، موجودين في الانستغرام للي حب يتعرف أو يبحث عن تاريخ، حب موقف تاريخ فني ثقافي أو معماري أو حتى اجتماعي معناتها على المدينة. الكورونا كانت وقت صعيب، لكن دفعتنا أن احنا نفكروا بطريقة أخرى ونثمنوا المحيط متاعنا بطريقة خير. هذه خريطة خذيتها من المعهد الوطني للتراث، فيها خريطة المدينة لكن فيها كل المباني التاريخية اللي معظمها مع الأسف مسكرة، محتاجة ترميم. وهذا معناتها حاجة اكتشفتها بعد ما استثمرت في المدينة، اللي ناقص متاحف، ناقص جاليريز، ناقص الكثير من معناتها الفضاءات اللي ممكن تثمن تجربة الزائر. حاجة أخرى عملنا مابينج على الخرب. احنا في تونس كنقولوا خربة معناتها مبنى متساقط أو قد سقط. خرابة يعني زي عندنا كده خرابة، تقولوا خربة احنا نقولوا خربة خرابة. فعملنا مابينج السنة اللي فاتت على كل خرب المدينة، اكتشفنا اللي موجود معناتها كل اللي تشوفوهم 125-124 سامحوني خربة. طبعا المشاكل متعددة، وأنا متأكدة كل بلدان العربية عندها نفس القصص، يا إما ما نعرفوش شكون ورث، يا إما أولاد العام متعاركين، يا إما الأخوات ما تفهموش، يا إما يا إما ملك أجانب ما عندهمش وراث، وألخ ألخ 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 ألخ. فكل طبعا كل مكان وعنده القصة متاعه، ولكن هذا دفعنا أن احنا نأسوا حاجة جديدة اسمها مدينتي. مدينتي هي تجمع مصالح اقتصادية، معناتها economic group. عملنا كما تقول غرفة تجارة، ولكن طبعا مبسطة جدا، سميناها مدينتي. وهذه تلمينا عليها كل معناتها حرفيين، أصحاب مقاهي، أصحاب مطاعم، ديور ضيافة اللي أنا منهم، وأنا معناتها عضوة في مدينتي. عملنا معناتها إطار قانوني يوحدنا كلنا مع بعضنا، حتى نكونوا دافع أو قوة اقتصادية ممكن أن احنا ندافعوا على القضايا هذية، معناتها تثمين خربة، تحسين الأمن، تحسين النظافة، حركية سياحية. فاحنا مدينتي عمرها سنة ونص، لكن بدينا طبعا متفاهمين إذا كان نمشي أنا وحدي صاحب شركة صغيرة أو حرفي وحده يدافع على الأمن في المدينة ممكن ما يسمعوش، لكن إذا كان نمشي كلنا مع بعضنا عندها دافع أقوى إن الناس تسمعنا. فهذا هو سي أمير اللي عندي اليوم. وإذا كان عندكم أي أسئلة أو نسيت حاجة أو صلحوني إذا حاجة ما فهمتهاش، وأسفة على اللهجة إذا ما فهمتوهاش. لا طبعا يا ليلى، احنا تشرفنا بيك جدا وتعلمنا منك حاجات كتير. الحقيقة أن أنا عندي 199 سؤال، بس هأجلهم دلوقتي لما أشوف أصدقائنا المشاركين لو عندهم أسئلة. لو ما عندهمش هبتدي في السؤال في 199 questions. طيب
أنا هبتدي هقول لك الأسئلة اللي عندي. And it might stimulate. منير تفضل. افتح الكاميرا كده وتعالى يا منير. ثواني أنا كنت عايز أشبك المايك بس صوتي واضح؟ واضح خش. طيب تمام ثواني. أوكي أشغل الكاميرا. طيب يا جماعه منير غدا يعني just introduce yourself وانت فين وبعدين اسم. يعطيك العافيه جميعا. طبعا انا منير الباز من فلسطين غزه. طبعا انا بشتغل برضو في مشاريع لها علاقه بالحفاظ على التراث الثقافي, وخلال شغلي مع امير في الاغاخان في مصر زرت تونس والقيروان وسوسة, تونس والقيروان وسوسة وكثير من مناطق الرائعة في تونس وسيدي بوسعيد. إحنا في عنا في فلسطين مشكلة وبالذات في غزة إن الوضع الاقتصادي كثير متدهور. طبعاً الحكومة ما بتقدر تساعد في المشاريع اللي لها علاقة بالتراث الثقافي. بنحاول احنا نجيب تمويل, بنحصل على تمويل, بنلاقي انه المجتمع ما بتعاون معنا في مشاريع التمويل في مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي لسبب, لانه بالنسبه له انه هو يهد المبنى القديم ويستثمر فيه في بناء عماره سكنيه جديده حتكون افضل بكثير, والحكومه ما بتقدر تشتري المباني القديمه ولا حتى بتقدر تعوضها. ما بعرف هل المشكله هاي برضه واجهتوها في تونس وكيف قدرتوا انكم تتغلبوا عليها, وشكرا كثير لكم. والله يا دكتور منير هي فعلا نفس الشيء في تونس اقتصاديا معناتها حتى انا نفسي لو دار بنقسم نفسها هديتها وعملت عماره ب10 شقق ممكن احوالي الماديه تكون احسن. كلنا كده. لكن فما حاجة صديقتي يذكرها بالخير أرشيتكت تقول الدستور ناقص الحق في الذاكرة, معناتها التراث معناتها عروقنا أصلنا حكايتنا منين جينا, هذا معناتها لازم يكون أثمن من المادة نفسها. إن نعطيه أمل, نعطيه روح انتماء لشبابنا لولادنا وحاجة يلتهموا فيها حتى يكونوا فخرين بأصلهم, معناتها ما عندهاش قيمة لا تثمن معناتها. فهو صراع دائم سي منير. أحنا زادة أظن هي مع الأسف والله يعز علي أن نعترف أنه معناتها فما مجموعة كبيرة من كيفاش نقولوا activists إذا صح التعبير, معناتها حطوا في البرلمان التونسي اللي هو تو موقف, لكن طلب إنه البرلمان يصادق قانون لهدم كل المباني المتداعية للسقوط. فطبعا هذه ممكن كارثة, ممكن إنها الكل خاطر مين عنده الحق يقول هذا متداعي للسقوط وهذا مش متداعي. فهو هي زاد حكاية قوانين, معناتها في بلدان تو تمشي مثلا, أنا مع الأسف في بلدان أوروبا مثلا تمشي لأمستردام اللي هي مش ممكن أنك تزيد طابق, معناتها تحافظ على نفس. فهي هذه حاجات اللي لازم البلديات متاعنا تحطهم كقانون, معناتها المدينة العتيقة في تونس مثلا قبل كان معناتها فما مقاييس اجتماعية اللي كانت تحترم, معناتها ما فماش شباك على الشارع, فقط باب شبابك على وسط الدار, حتى معناتها انتيميتي وحفاظا عن العائلة والسيدات والأخ. فاليوم انت تفتح شباك المفروض غير قانوني, فهذا كله معناتها فما قوانين لازم احنا يظهر لي احنا الفاعلين في الميدان اللي نؤمن بالحق للذاكرة ندافع على هذه القوانين وعلى تطبيقها معناتها, وهذا علاش لازم كلنا ندخل السياسة.
مظبوط. بيقول لك politics is about everything حتى الباركينج. فمعك حق يعني لو if you trickle down أي حد يقول لك ماليش دعوة بالسياسة هو ما عندوش رؤية لحياته اليومية وارتباطها how it trickle down. طيب أنا عندي لسه 199 سؤال بس شايف محمد رفع إيده فمحمد please go ahead. شكرا يا منير. طيب صباح الخير وشكرا جزيلا على البرزنتيشن الممتع الحقيقة المليان دروس كتير جدا تعلمنا منها كلنا. أنا بس عندي سؤال متعلق بالموقف الحكومي أو الدعم الحكومي، هل حصل أي نوع من الدعم سواء على المستوى القانوني التشريعي على المستوى المادي حتى توفير أي تمويل على مستوى أي مستوى من المستويات أو حتى على الأقل حماية الإنجازات اللي أنتوا بتوصلوا لها؟ إن أنا متوقع طبعاً بيحصل دايماً حروب كتير ضد هذه الإنجازات، يعني المصالح بقى المختلفة للفئات المختلفة للمجتمع أو لرجال الأعمال والكلام ده كله، هل بيحصل نوع من الدعم أو الحماية الحكومية للمبادرات دي ولا لا؟ طيب أنا قبل ما ليلى ترد، لأن أنا ده واحد من 199 questions بتوعي، لو ممكن وانت بتردي عليك برضو تقومي مزود لنا جزء ليه دعوة بالأطر المؤسسية اللي بيستغلوا من خلالها with the partners، يعني الناس اللي قاعدين دول هم non-profit، هم government، هم community، هم فبالإضافة لقد إيه بتاخدوا دعم أو قد إيه في resistance، وللنا التشكيلة برضو central government، local government، فده كان جزء من سؤالي فقلت أو مدمجه مع سؤال محمد. شكرا. Go ahead. هو فما الصراع الأبدي ما بين كيفاش نقوله، أنت سؤالك سياسي يا محمد صعبت علي. معناتها القائمين على التراث في الدولة يشوفوا الحفاظ عليه بتجميده، لكن مدننا التاريخية مع الأسف حية مش متحف مفتوح، فهو إنك تلقى التوازن بين الحفاظ عن التراث والعيش وتخليه يعيش. بصراحة ما حسيتش اللي القائمين عليه معناتها لقاو البالانس. فهو مثلا هم مثلا فما قوانين للحفاظ على التراث، لكن في الاخر انت كي تجي تحللها تلقاها تعمل العكس. معناتها تو مثلا انا باش نعمل دار ضيافه، طبعا انا وقت ما شريت دار بن قاسم دار عمرها 300 سنه، الدار فيها 7 غرف كان فما حنفيه واحده فقط لا غير. طبعا انا لازم نعمل معناتها اذا كان باش نعمل فندق لازم نحط حمام في كل غرفه. فهذا يتطلب اني نخدم مع معناتها مهندس معماري ترميم اللي يحافظ على معناتها المبنى كهو، لكن يضيف باقل باهي لازم ناخذ رخصه ترميم. انا نقدم ملف ونقعد 3 سنين ماشيه جايه خاطر الحكايه ما عجبتهمش. هذا انا على خاطر انا نحب ورقي اوكي ونحب منظمه ونحب الموافقات ونحب البلديه موقعه لكن معظم الناس شنو يصير؟ يقولك نقعد 3 سنين ماشي جاي، السيمان يصير اغلى والحديد اغلى فالناس تمشي تدخل على البنيه وترمم وتهلك والدنيا وتعمل. فهي معناتها اصبح تقريبا نفس الشيء في معناتها التراث الحرفي. معناتها عندنا الديوان الوطني للصناعات التقليديه يقول لك لا، الشاشيه اللي هي انتم تقولوا الطربوش، الشاشيه لازم تكون حمراء وصفراء وطول وعرض و يبي هذيك ما تتباعش، ممكن نزيدوا فيها حاجه، لا ما تزيدش، لا يبي كيفاش الشواش يعيش. فهو وهذا علاش نعاود نقول لازم ندخل السياسة، ولو أني أنا منتخبة ونعرف اللي هو حرب أعصاب، لكن هذيك هي الطريقة أن احنا إذا كان نحب نساعد على إيجاد التوازن ما بين الحفاظ على التراث. لكن أنا ديما نقول heritage is dynamic، لكن طبعا هذه بحد ذاتها conflicting sentence في بعض الأحيان.
فاحنا بالعكس معناتها مدننا التاريخية لازم تعيش ولازم معناتها وقعها لازم يتجدد، لكن في التجدد هذاك لازم احنا نحطوا نكونوا واضحين في شنية اللي نحبوا نخليوه وشنو اللي ما نحبوش نخليوه وشنو اللي مسموح حتى يتأقلم مع حياتنا جديدة. هو ده بيت طويل، سامحوني تأطلت وما جاوبتش على السؤال، لكن مش سهل. لا جاوبتي. هو في أسئلة بتبقى الإجابة عليها more than yes or no أو more than binary. Thank you very much. هو السؤال الملاحظة، معلش يا أمير، بس أضيف هنا هتبرز أهمية توحيد الرؤى ما بين الحركات اللي زي حضرتك والحركات والتوجهات. لازم يبقى الرؤى واحدة والمفاهيم واحدة، مفهوم الحفاظ على التراث بمعنى تجميده ولا بمعنى إحيائه يبقى متجدد. فدي مهمة جدا الخطوة دي. أشكرك. طيب جدا جدا. شكرا. أنا عندي سؤالين، واحد لي دعوة وسؤالين by nature كواحد مصري بيجوا في دماغي كتجربة كانت في لحظة متوازية مع التجربة التونسية وبعدين التجربة المصرية راحت في حتة تانية. فالسؤال الأولاني مربوط بالموضوع الحرف، ولو في أي دروس مستفادة للحفاظ على بالذات الجماعة بتوع العطور. يعني عندنا في مصر سجاد ومشغولات يدوية كتير في منطقة القاهرة القديمة، فكنت بسأل إذا كان في تحفيز ولا هو رفع وعي بس، ولا الطريقة اللي ممكن نحافظ بها على دول. وتاني حاجة، أنت حطيتي خريطة فيها concentration في حتة معينة، وبعدين زي ما سميتيه الانفجار بقى موجود في كل حتة، النقط الملونة دي. فبسأل على التوزيع المكاني للأنشطة الحرفية ليه تغير، وهل التوزيع المكاني ده تغير بناء على معدل تخطيطي أو تشجيع من الدولة أو تغيير في اللاند يوز كود، ولا هو تغير بطريقة طبيعية نتيجة للنمو والطلب على النقط دي. كانت عاملة كده زي كروس في نورث اي ويست اوف ذا ماب، وبعدين الماب اللي بعديها اللي هي 2014 كل بتاعة مالت. فالتوزيع الجغرافي وبرضو الحتة النوعية والكواليتي، if you shed the light on that. والسؤال اللي بعديها استنى لما تردي على ده. هو أنا عملت دراسة معمقة على حكاية الانفجار هذاك، فممكن حلقة أخرى أماكن خاطر ما نحبش نشد الكلام، لكن باش نعطي ثلاثة نقاط بإيجاز. معناتها هي أولا معناتها نعطيك مثال، نعطيك ثلاثة أمثلة اللي يشرحوا علاش هذاك الانفجار صار. قبل الثورة كان 100 جرام نحاس بعشرة دينارات، وكان فما سياح وكان فما طاقة الشراء التونسية كانت أوكي. بعد الثورة مع السياحة تقريبا حتى تو بعد الكورونا تقريبا معناتها انعدمت، المية جرام معناتها اللي كان بعشرة دينارات أصبح بمية دينار المواد الخام، وفي نفس الوقت طاقة الشراء التونسية أصبحت معناتها متواضعة. فاللي يخدم النحاس حتى إذا يحب يحافظ على صنعته، لا خلنا نرجع، إذا يحب يعيش عنده ثلاثة حلول. يا إما نحاس يصبح قصدير، يا إما الورشة تصبح ساندويتشات، يا إما يمشي يعمل تاكسي. إذا يخدم قصدير ممكن السوق ما يقبلوش، أو مش ممكن أنه يدفع الأجار في المكان هذاك، فلازم يمشي يعمل سكوات في مكان متروك، أو يمشي المكان ثاني اللي هو ممكن أقل حركية اقتصادية من السوق حتى يقدر يدفع الأجار. فهذه من بطريقة بسيطة جدا عامل من العوامل، معناتها فيما عوامل اجتماعية اقتصادية سياسية. الدولة ما تأقلمتش مع العوامل هذه، معناتها أنت حتى تكون حريري تنسج الحرير حريري احنا نقوله لازم معايير 1 2 3 4. الدولة خليتهم ما بدلتهمش، وأنت لازم تدخل شوية بوليستر حتى ليلى تشري من عندك، وإلا مرمى حد ما يشري الحرير متاعك. فأنت مش رح تاخذ البطاقة الحرفية، فلازم معناتها تمشي تدبر مكان آخر. اوكي فهمت معناتها فما عدة عوامل.
بالضبط. طيب انا هقول السؤال الثاني وبعدين هرجع فيه في دكتور فاديا، بس السؤال بتاعي مربوط بالباترن بتاع المشاركه المجتمعيه. واحده من العقبات في وجهه نظري الشخصيه تماما في مصر ان احنا عندنا political streams very divided واحنا very polarized. probably التجربه التونسيه فيها تشابهات كتير واختلافات كتير، فعايز اسال لما التوزيع المكاني جغرافيا 50 واحد يقعدوا يشتغلوا مع بعض، قد ايه بيفرق اختلافهم في الدين مسلم او مسيحي، اختلافهم في التوجه اسلامي او ليبرالي، قد ايه بيفرق واحد مناهض او مناصر او ضد او مع الحكومه، بيقعدوا مع بعض بينصهروا في عمل مجتمعي واحد سواء كان صناعه مكان او نشاط اقتصادي او كده، ولا الفروقات دي بتطلع من النقاش وبتعمل الكراكس اللي هي، وده اللي موجود عندنا في المقارنه مع الحاله المصريه. يعني ساعات برضو ده سؤال، ده جزء من السؤال، في بعض الدول الفروقات السياسية لها بعد مكاني أو جغرافي زي أمريكا مثلا، ممكن تلاقي ستيت كلها بلو ديموكراتس وستيت ماجوريتي بتاعتها ريد ترامب سبورترز، التوزيع الجغرافي دوت وفي بالانسين كده ستيتس كلير أكتر في بلاد الكبيرة واللي فيها ديمقراطيات قديمة. ده مش نفس الحال في دول كتير في أوروبا. فهل في تونس في مقاطعات او مجتمعات او قرى معينه ليها وزن او غالبيه لدايركشن معين، وهل بينصهروا لما يشتغلوا معاكي ولا بتحسي ان في فروق؟ هو الحقيقه 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 العامين 3-4 سنين بعد الثوره كانت عصبيه التوجهات اعمق حتى في وسط العائلة، صعيب معناتها أنا وأمي مش ممكن نتكلم وما نتعاركوش معناتها بس اليوم وصلنا المرحلة اللي أنا نعرفك أنت توجهك يمين أنا يسار، نبعدوا على الموضوع ونتكلموا على الاقتصاد على المكان على الحي على فتعلمنا ان احنا وقت هذا هذا وقت هذا هذا، وطبعا معروف كل واحد شنو مخه اما هي بصراحه ممكن نقولوا مازال ما نقصدش مازال عنا معناتها مازال كل تونسي عنده، احنا المحاله في تونس معناتها دينيا ما عندناش فروقات كبيره، لكن مش سياسيا نحب ما نقولش سياسيا، لكن كل حلم تونس مختلفة، كل واحد عنده تونس متاعه اللي يحلم بها ناس محافظين وناس دينيين وناس ليبراليين وناس يحبوها أوروبا بكرة الصباح، لكن في الأخر يوم يظهر لي وصلنا المرحلة اللي كل واحد فاهمينه، خطر كلنا نقرأ وشنو نكتبه على الفيسبوك وشنو نكتبه على تويتر، كل واحد معروف يحب قيس سعيد ولا ما يحبوش، الناس الكل تعرف الناس الكل، لكن لا تمام احنا برضو بنكتب على بردنا شوية وقت ما تفهمنا إنه هذاك ممكن نخليوها هنا ونقعد نحكيه على المكان أو نحكيه على المصالح المشتركة أو نحكيه على التشارك الاقتصادي اللي حابوا نعملوه مع بعضنا. إحنا برضو بنكتب على فيسبوك بس إحنا it doesn't go beyond that. إحنا بنكتب بس لكن ما بيحصلش حاجة تانية. طيب أنا هاخد سؤال بعد إذنكم دكتورة فادية، أنا هرفع الأول وبعدين من أحمد رومان. فادية please go ahead. إزايكم يا شباب أماكن الجميل، وحشيني جدا 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 يعني، ومبسوطة أن أنا لحقت أشارك معاكم وأحضر السيشن. أنا بس يعني عادة ببص للأمور بجانب إيجابي حتى لو سلبياتها كتير. فكرة الحفاظ على التراث وفكرة أن أنا أعمل تجمع مجتمعي على هدف وعلى فكرة راقية، ده أعتقد ده أسمى أحلامنا كلنا. بس حقيقة الأمر هذه الأحلام لما ظهرت في مصر في فترة لما جهاز التنسيق الحضاري اشتغل وقال احنا عاوزين نعمل رصد للمباني التراثية اللي عندنا ولكل الجهات المختصة يعني المعنية بالموضوع دوت، دخلت ودكتورة سوير زكي حواس ربنا يديها الصحة كان ليها السبق في هذا الموضوع، مع مرور الوقت ومع تغير المجتمع واختلاف الاحتياجات وما يسمى بالثورة وما يسمى بالتغيرات السياسية والحراك الاجتماعي في المجتمع، بدأت واحدة واحدة نيجي على هذا الموروث، بل بالعكس احنا بنهده. ما يدمي قلبي حاليا حقيقي يعني وبزعل قوي
اللي بيحصل مثلا في منطقة سور مجرى العيون. منطقة سور مجرى العيون دي كانت المنطقة بتاعت مشروع التخرج بتاعي من 21 سنة. فحقيقة الأمر كان هذا التوجه وقتها وإحنا بنشتغل في مشروع التخرج، يا أولاد خلي بالكم ما نجرحش الأثر، نحترم الأثر، خلي بالكم المنطقة المحيطة فيها نوع معين من الصناعات عاوزين نعملها عملية إحياء. فالنهاردة خلال 21 سنة أنت تعلمت شيء أوكي، وكان بدأت في بادرة فعلا عملية التطوير في المنطقة المحيطة، بس حقيقة الأمر ما بيتمش مراعاة هذا الكائن اللي بينمو باعتبار انه تراث، الى انه مازال كائن، مازال في تفاعل، مازال في احتكاك. حقيقه الامر احنا الضغوطات الثقافيه اللي بتورد او تيجي علينا من فئات مختلفه، يمكن او مجتمعات غربيه او مجتمعات على مستوى العالم، بتاثر فينا بشكل مباشر كمجتمع مصري. احنا عندنا حب شديد قوي لفكره من هو بالخارج، يعني حتى لما يبقى عندنا سياح في مصر بنتعامل معهم معامله غير اللي احنا بنتعامل بيها لما بنكون في بلادهم، بنحس انهم يعني رواد فضاء، يمكن نازلين بافكار مختلفه، فليهم عندنا قبول. يعني ما اعرفش احنا بطبعنا شعب مضياف لطيف وحبوب وكل حاجه، بس رؤيتنا للامور دي بنقول واو، فهي دي اللي عملت لنا مشكله. كل حاجه بتيجي على المجتمع بنقول عليها واو، وبالتالي فكره استدامه التراث هي اللي بدات دلوقتي تضمحل عندنا. بنشق طريق علشان خاطر هو اهم من ان انا احافظ على مبنى اثري او مبنى تراثي، بشيل الحديقه عشان اوسع طريق. فالنهارده اللي بيحصل اكبر كتير جدا من فكره ان انا افتقد شيء او فكره ان انا احيي التراث. بقى احياء التراث على الورق، يعني احنا لما بنتكلم وبنقول كلام حلو، ولما بنيجي نعلم الولاد في الكليه يقول لك يا دكتور طب ما حضرتك شايفه اللي بيحصل بره. باجي اقنعه ان انا اللي بديه له مثالي ولازم ياخده مني عشان يقدر يواجه متغيرات المجتمع، يقول لي بس انا بطلع بشتغل باللي في المجتمع. فالنهارده عشان احافظ على الكلام ده، فكره الحركات الفرديه الجميله او الحركات المجتمعيه في نطاق ضيق عشان تعيش، عاوزة رأس مال قوي جدا وعاوزة سلطة قوية جدا عشان تقدر تستمر في المجتمع. هي دي الفكرة اللي من خلالها هيكون في تراث فعلا، انما فكرة من غير دعم مالي ومن غير سلطة تحميها انا ما اعتقدش انها هتستمر كتير، لان احنا في مصر للأسف عندنا النماذج دي بشكل واضح وصارخ. انا سعيدة جدا بالتجربة اللي بتحكيها الجميلة ليلى، واتمنى انه يعني الفكر ده اشوفه كتير. بس هنا في مصر احنا عندنا كل حاجه الحمد لله ليها سكه، يعني حتى الافكار الورك سبيسز اللي بتحصل دلوقتي وبيتم انشائها في المدن الجديده، كل واحد يعمل مكان ويجهزه ويحط فيه بعض المقتنيات والتجهيزات ويقول للطلبه اتفضلوا، ويقول للي عاوزين يقعدوا يكتبوا اتفضلوا اقعدوا هتشربوا حاجه لطيفه وتقعدوا في مكان هادي. الأفكار دي لطيفة، بس الأفكار دي وليدة فكر اقتصادي مش فكر مجتمعي، إن أنا عاوز أعمل ارتقاء للمجتمع، إن أنا عاوز أعمل توحيد للأطياف بتاعة المجتمع على هدف واحد. لا، إحنا بعيدنا كتير عن الموروث اللي عندنا، والنتيجة التغير الثقافي اللي حصل في المجتمع، وفكرة إن الفكر السياسي هو اللي بيضغى على الموضوع. لكن طبعاً أنا أتمنى 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 إني أشوف دار الحركة، ألف دار حركة في مصر، وتجمع شبابنا تاني وتجمع أطفالنا، ويبقى فيه لغة حوار بدل ما احنا دلوقتي بنبذل مجهود كبير مع أولادنا نربيهم على قيم في نظر الآخرين ماتت، بنتعب قوي معاهم. فلو المجتمع ادانا الفرصة دي أعتقد إن احنا هنكون يعني هنتنقل نقلة كويس. فمش هستطول عليكم، بس أنا مبسوطة جدا جدا، وأرجو إن احنا ما نقطعش بقى الجلسات بتاعت القافي بتاعت أماكن، يعني بليز ما تغيبش تاني يا أمير لو سمحت لو سمحت. طيب حاضر، احنا بس يا احنا رجعنا هو، بعدين معنا ناس عظيمة يعني ليلى تجربتها طبعا يعني انا بشكرها وبشكرك وبشكر كل الشباب الموجودين، وارجو ان شاء الله السيشنز اللي جاية يكون فيها تفاعل اكتر مع حقيقة الفراغ مع الانديفيديوالز ماشية ازاي، لانه مش مجرد انه how to make us a place ان احنا نجهزه ونديله اكتيفيتي، لا ده استمرارية الاكتيفيتي وقت ايه هو مؤثر او بيتأثر باللي حواليه، هي دي لازم تكون محل دراستنا الفترة الحالية، خاصة بعد ظروف كورونا والتغيرات الاقتصادية والمجتمعية اللي حصلت، وناس كتير فقدت شغل وناس كتير هجرت اماكن معينة. فاعتقد ان الفترة اللي جاية ان شاء الله تبقى ثرية،
وإن شاء الله يعني بإذن الله أقدر أجهز سيشن وبعرضها عليكم إن شاء الله بإذن please, الله please اعملي كده, املي الفورم أو ابعتي لي. أنا حطيت الإيميل بتاعي في الشات اللي عاوز يبعت لي. بس أنا عايز أعقب على حاجة, إنه المجهودات المجتمعية اللي بتحصل grassroots community work وكده بيختلف برضو المناخ الحاضن للكلام دوت. في ناس لو عملت grassroots community ممكن تدخل السجن, في ناس لو عملت grassroots community ممكن تبقى كويسة بس ما جلاش تمويل, وفي مناطق تانية ممكن يجلها تمويل قليل, وفي مناطق ممكن يجلها. فالمناخ العام السياسي والعام هو اللي بيسمح قد ايه تقدر to flourish. فبعتقد ان احنا كلنا يعني متحمسين وبحاول نعمل حاجات في حتة كتير, بس قد ايه بتلاقي بقى الريزيست. بص يا امير, في مشكله بس عاوز اقول لك عليها اخيره. احنا ما عندناش سكيل حقيقي اقيس بيه اللي بيحصل في العمران. يعني ما أرى يعني اشوفه دلوقتي بكره سريع التغير اللي انا بخطط له لشهر او لسنه, بلاقي سطوه سريعه جدا من المستخدمين على هذا العمران, بيحط فكره وبيحط احتياجاته. ففكره السكيل محتاج قوه, يعني ان انا امسك سكيل حقيقي عاوز قوه راي, قوه قرار, بس قوه قرار ايجابي. يعني انا عندي هنا في مدينه 6 اكتوبر لما خدوا بعض القرارات العمرانيه الكارثيه اللي هي فعلا يوميا عندنا حوادث, يوميا عندنا مشاكل في عبور المشاة. صحيح. القرار اتاخد بسلطه وبقوه دون النظر ايه تاثيره على اليوزرز, مش بس على البيلدينجز ولا على الاكتيفيتيز. نو طبعا معاكي حق, انت شكلك متحمسه وهتعملي لنا كوفي, هتطول ان شاء الله يا رب ليلى, هنديكي فيها سبيس تحكي لنا كل اللي انت عاوزاه. ف بليز جو تو ذا فورم, بصي على الشات دلوقتي اوكي, هتلاقي تو جيف ا كوفي توك في لينك امليه وهتواصل انا معاكي. خلاص ثانك يو. طيب احمد كان رافع ايده. صباح الخير يا جماعة, أنا بجد أنا سعيد إن أنا الأول مرة بشارك في الكوفي بتاع أماكن, والصراحة استمتعت جدا بالبرزنتيشن الخاص بتونس, لأن أنا أصلا انترستد قوي بالثقافة العربية عموما وبالذات في تونس, لأن أنا اتكلمت مع كذا زميل لي هناك وشرح لي الوضع هناك, فكنت أصلا انترستد قوي إن أنا في يوم من الأيام أزور مدينة تونس العريق. فأنا بشكر أستاذة ليلى أو دكتورة ليلى إن هي سمحت ان احنا نعرف الموضوع ده بقعدة جميلة زي دي في يوم زي ده. انا الصراحة كان عندي استفسارين. هو اول حاجة خاص بالتعامل مع الاكسبورتس والحداثة في مواجهة الحرف والمشغولات اليدوية, لان الموضوع ده يعني انا بالنسبة لي في المدينة اللي انا موجود فيها, انا الاول انا من مصر طبعا واضح من اللغة, من مدينة دمياط. فاصلا مدينة دمياط معروفة كانت اوفر ايدجز, معروفه بالحرفه اليدويه في صناعه المشغولات الخشبيه, بس مع عصر الحداثه ودخول المعدات الجديده من الصين زي معدات السي ان سي, فاصبح ان محافظه كان فيها كل بيت تقريبا كل افراد العائله شغالين في الحرف اليدويه. دلوقتي الموضوع انحصر على كم مصنع, وكم مصنع مش عنده طاقه استيعابيه لكل العدد ده, فأصبح إن إحنا خسرنا مثلاً الناس من حرفة كانت فريدة من نوعها على مستوى العالم, إن هي كانت في إكسبورتس أصلاً من مصر بتخرج من دمياط بالذات للكفاءة اللي كانت فيها العامل المصري. بس دلوقتي الناس بقت بتستسهل اللي هو أي حرفة أو مشغولات بسعر قليل, فخلاص أنا ليه أدفع كتير في حاجة حتى لو الكواليتي بتاعها عالية. دي أول نقطة. تاني نقطة تكملة لحديث دكتور فادية, إن إزاي حضرتك قدرت تجذب المشاركة الاجتماعية في مشروع دار الحركة. إحنا عندنا كورك سبيس زي ما دكتور فادية كده قالت, إن الموضوع بيزنس أكتر من إنه مشاركة شباب ومشاركة أفكار بالدرجة الكافية. فإزاي حضرتك عملتي أول ستيب إن أنت تجمعي العوامل الاجتماعية دي كلها إن هي تحقق نجاح زي ده وتوصلي معاه بنتيجة في الآخر زي اللي حضرتك استعرضتها معانا كده. طيب thank you أحمد, ده هيكون آخر سؤال عشان we have to go to another meeting وإحنا عدينا الوقت بتاعنا. فأنا هطلب من ليلى بعد إذنكم تجاوب briefly in bullet points على السؤالين, واحد متعلق بالتراث والحداثة والتاني متعلق بإزاي ابتديتي المومنتم ده,
وبعدين we'll get it to a closure وبعدين ممكن نستضيف ليلى مرة تانية براحتنا. يا ليلى go ahead please. شكرا. Sorry شكرا. To keep you all this. Thank you. والله I'm enjoying it بس. أنا عارف you have to go بس. Go ahead. بس نشكر دكتورة فادية وشكرا أحمد. هو الحقيقة باش نمزج السؤالين معناتها في الدولة متاعنا تواجه في معناتها تحديات اقتصادية اجتماعية سياسية معناتها التراث وين يلقى بقعة فهذا علاش مهم جدا الجراس روت ومهم جدا المجتمع المدني ينقذ ما يمكن انقاذه وقت ما معناتها فما اولويات اخرى وهواجس ممكن تظهر اهم في الوقت الحالي. الحاجه الاخرى ما دكتوره فاديه وحتى احمد انا نؤمن بالحاجات الصغيره خاطر هو ما فماش قصه نجاح في نظري انا انتربرنور ما فماش نجاح معناتها هي رحله ups and downs واليوم كويس بكره مش كويس واليوم احباط وبكره انتصار وباقي يمشي اللي ينجح هو اللي يمشي اللي ما يقفش فهي قصه متواصله معناتها ما نقولكش اللي انا من طبعا انا عملت باوربوينت ايجابي لكن فما قصص الكآبة والتعاسة والرفض ما حكيتهمش لكن كانوا they were part of the journey معناتها مستحيل يكون فما رحلة ما غيرهم ولكن المهم الصمود وهذا علاش دكتورة فادية نؤمن بالتجارب الصغيرة معناتها أنا كثير يجوني ناس مستثمرين عرفت كل هكا أموالهم صفار كثيرة في البنكة ويحب يعمل اللي بعتيهم لدول يحب يبدل المدينة عشان دول مش كويسين للمجتمع بعتيهم لنا هم هي رغم النوايا الطيبة ومعناتها اقتصاديا واقفة الحكاية لكن تعمل جنتريفيكيشن تعمل مشاكل اجتماعية ممكن تعمل دوبايفيكيشن إذا صح التعبير وتعمل والت ديزني وتعمل أنا I'm very أنا obsessed social entrepreneur I agree I admit I'm not the best business person لكن إذا كنا نحكيه على مدن تاريخية نحكيه على ناس عروق عائلات معناتها لازم نحس لازم it has to be part of the equation مش ممكن فهذا علاش لازم نعملوا حاجات صغيرة ما نشحتش نعدله ونكبروا بشوية بشوية وأظن هذه يخلق ديمومة أكثر بكثير من حاجات مشاريع كبيرة خاطر أنت تعمل حاجة صغيرة وتاخذ وقت وتتعب حتى تاخذ الباي إن خذيت الباي إن تنتقل لحاجة أخرى فأحنا بدينا بدرب نقاسم درب نقاسم ما قبلهاش المجتمع ملول وصاروا لي المشاكل عديدة لكن أصبحت معناتها وجهة وعطات شوية براندنج للمدينة والناس حست الشباب حس إنه ممكن يجي وقتها جات فكرة دار الحركة جات فكرة دار الحركة وبعد جات فكرة معناتها من دار الحركة كانت ملول ما قبلوهاش ومن بعد أوكي فما مكان البنات ممكن تقعد فيه وتفتح كمبيوتر وتخدم ما غير ما حد يقلقها إيه نعملوا ناخذ الخطوة اللي من بعد فهو if it's a human it has to be organic and slow Thank you. طيب, thank you. أنا very conscious of the time. وبرضو جات لي المسج بتاع بس أنا شايف أسيل رفعت أسيل تعرفي تسألي في ثلاث كلمات أحسن هامون. أنا بس حابة أول شكرا أول حاجة السلام عليكم جميعا ودي أول محاضرة أحضرها بعد الانقطاع وصراحة دكتورة ليلى يعني أبدعتني I enjoyed كل كلمة وكل سؤال فأنا بس حابة أقول شكرا. يعطيكم العافية شكرا على الدعوة والله فرحت تعرفت عليكم كلكم That's a good closer point طيب thank you ليلى و thank you everyone وشكرا الناس اللي جم وإن شاء الله عندنا كوفي السبت اللي بعد الجاي هيكون عن تطوير كورنيش جدة مع زميلنا عادل الزهراني فبنشكر ليلى وبنشكر المجموعة كلها والتسجيل أسيل هتعمل هتحطه لنا على اليوتيوب تشانل وهنبعث لكم اللينك Thank you very much. اللي ما دخلش الميلينج ليست أو الواتساب جروب يبعت لي على الإيميل بتاعي وأنا هزود. يلا مع السلامة. يعطيك العافية أمير. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. شكرا ربي يوفقكم. شكرا. شكرا يا ليلى. تفضلوا. شكرا. شكرا. مع السلامة. مع السلامة.